السلام عليكم يا أصدقائي، مرة أخرى وفي فرصة أخرى لشرح تمرين 3 من نفس الصفحة 26، وذلك في إطار تقويم ودعم وتوليف للدروس السابقة. نعم، أحدد في العدد المعروض على البطاقة التالية فصل الآلاف، فصل الملايين، فصل الملايير. دائما فصل الآلاف يكون ما بعد فصل الوحدات البسيطة من اليمين. نعم، من اليمين ثلاثة الأولين كيكونوا وحدات البسيطة، فصل الوحدات البسيطة. لزونيتي سامبل. فصل الوحدات البسيطة هو الأول، ثلاث أرقام، بعده يأتي فصل الآلاف. إذن فصل الآلاف هو 305، صحيح، لديك التمرين صحيح، قد فهمت. بعد فصل الآلاف يأتي فصل الملايين. ليس الملايين، الملايين. على ما عمرك سمعتي الأغنية ديال سميتها وين 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 الملايين، ترارن الشعب العربي وين، الدم العربي وين وين، ترارارارين وين، ترارارارين وين وين وين، ترارين وين الملايين، الشعب العربي وين، الدم العربي وين، الغضب العربي وين وين، ترارارارين وين. هيا أصمت. إذن الملايين وليس الملايين، الملايين. نعم، هذا غير صحيح، إذن ارتكبت خطأ هنا، هذا ليس فصل الملايين. فصل الملايين هو 0.18، الجواب الصحيح. فصل الملايير 706، الملايير 706، 429 فصل الوحدات البسيطة، ما داروس البطاقة ديالو، صافي نبعدو منه. هل فهمت جيدا؟ نعم. هيا خذ الممحص وصحح. خذ الممحص وصحح التمرين من فضلك. هيا صحح جيدا. أحسنت يا ابني، هذا جيد، حاول ألا تنسى هذا مرة أخرى. إلى اللقاء يا أصدقائي في فرصة قادمة إن شاء الله.